تلبية للمضي قدما في تقوية العلاقات الودية في مجال السياحة، وافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والأثار الأردنية والمصرية. ووفق بيان صحفي، فإن البرنامج يقوم على محاور التنشيط والتسويق والترويج والتدريب السياحي، إضافة للتشريعات والأنظمة السياحية ولجنة المتابعة. الانتعاش السياحي بعد فتح نحو 3 أشهر على عودة الفتح شبه الكامل للقطاعات، محور نناقشه مع ضيفنا من عمان نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر عضو مجلس الإدارة عن السياحة الوافدة فادي أبو عريش. أهلا وسهلا بك سيد فادي. إذن بعد مضي هذه المدة نرغب بالاطلاع على السياحة بشكل عام عندما نتحدث عن بدء التعافي في هذا القطاع. أول شيء مساء الخير، وأنا بشكركم جزيل الشكر لاستضافتنا في هذا البرنامج، وبشكرك ست غادة على هذا اللقاء. أهلا بك. إحنا كما نعلم إنه قطاع السياحة والسفر في الأردن هو قطاع كبير ومهم جدا للاقتصاد بشكل عام، وكان يمثل كان يمثل أكثر من 5.65 مليار دينار من الناتج المحلي الإجمالي في الصيف عام 2019. وبعد دخولنا في جائحة كورونا تضرر القطاع بشكل عام بجميع اتجاهاته، سواء كان سياحة وافدة صادرة، سياحة الدينية إلى آخره. وإحنا بصراحة بشكل عام الآن بصدد انه نشوف شوية تعافي على القطاع، خصوصا انه القطاع بلش، بنحكي كسياحة وافدة، بدأ بالعمل يمكن من اشهر قليلة، يمكن من شهر 9 ابتدأت الحركة السياحية للأردن تعود، ولكن طبعا ليس كما ينبغي او كما هو مراد لنا، لكن بشكل عام بلشت السياحة من الجنسيات المختلفة للأردن بشهر 9. نعم، يعني عندما نتحدث عن هذا الرقم مثالا، أكثر من 40,000 سائح، هل هذا من شأنه أن يساهم على الأقل في بدء مرحلة التعافي، أم أننا نحتاج للكثير لتعويض هذه الخسائر التي مر بها القطاع؟ ست غادة، خلينا نكون واقعيين شوية صغيرة بالنسبة لقطاع السياحة الوافدة بالذات. إحنا جلسنا بدون عمل أكثر من سنة ونص أو أكثر من ذلك، حتى نستطيع أن نوصل لمرحلة التعافي أو حتى الشعور بالراحة نحتاج إلى لسه عام مقبل على الأقل سنة 2022 حتى نستطيع أن نقول أنه القطاع السياحة الوافدة ابتدأ أنه يحس بالتعافي. مجمل الخسائر اللي تعرض لها قطاع السياحة الوافدة كان كبير جدا وقاسي جدا على قطاعنا، خصوصا انه قطاع السياحه الوافده بالذات عن جميع القطاعات السياحيه كان بمثابه، لو خليني انا اذكر مثال هيك بسيط، زي الشلل الذي حصل الينا بهذا. لكن بحمد الله رب العالمين، سبحان الله، الارقام بلشت تتحسن، في طلبات، في ديماند شويه بلش يجي على شركات السياحه الوافده، واحنا نامل طبعا مع الخطط الحكوميه الموجوده والخطط التسويقيه انه يتم التعافي بشكل اكبر لهذا القطاع. وبدي اذكر كمان هنا انه قطاع السياحه الوافده بحاجه لدعم كبير في الوقت الحالي، بدعم يستطيع من خلاله ان يقف على رجليه، خصوصا انه عدد العاملين في قطاع السياحه الوافده او من ينتفع منهم سواء في قطاع الشركات او المجتمعات المحليه او حتى الموردين مثل الفنادق وقطاع النقل الى اخره هو قطاع كبير جدا، فبحاجه الى دعم. نعم، ما هو نوع الدعم المطلوب لدعم القطاع بشكل عام الى جانب طبعا الاقبال المنتظر؟ أنا راح أكون صريح معك، اليوم الدعم المباشر اللي خلينا نحكي به لقطاع السياحة الوافدة هو شيء مطلوب، يعني مطلوب اليوم أنه يكون في دعم حكومي مباشر. وطبعا لما نحكي دعم حكومي مباشر اليوم تحتاج شركات اليوم إلى تمويل لإبقائها طبعا بمجال العمل، من التسويق، من
المعارض الدولية إلى آخره، محتاجين إلى دعم تمويلي مباشر لشركات وقطاع السياحة والسفر الأردنية الوافدة. إذن هنا نتحدث بالتحديد عن الجانب التسويقي لربما، فمن جانب آخر هناك عمل من جانب الحكومة على برامج محددة كطيران منخفض التكاليف، وكان من شأن ذلك لربما أن يدعم بانتعاش هذا القطاع. اليوم طبعا البرامج التسويقية، وطبعا كل شركات السياحة الوافدة الأردنية ما شاء الله عليهم يعني مبدعين، وبيحاولوا يتلونوا مع اللون أو يتحاولوا يكونوا اليوم مسايرين للوضع الحالي. طبعا اليوم الطيران منخفض التكلفة كان له أثر كبير إيجابي في ازدياد أعداد السواح طبعا للأردن، وكان له دور كتير كبير، لكن برضو احنا بحاجة كمان لتخفيض تكلفة المنتج اليوم الموجود عندنا. لما بكون عندنا احنا اليوم طيران منخفض التكلفة، بالمقابل لازم يكون في عندنا تخفيض في أسعار المنتج السياحي اللي احنا عم بنقدمه، وهذا المنتج لا يمكن انه يتم تخفيضه او تخفيض اسعاره الا من خلال دعم حكومي مباشر، سواء من دعم الفنادق والمطاعم. نتحدث على كلفة التكلفة التشغيلية بالإضافة إلى تكلفة البرنامج المنتج السياحي. اليوم المنتج السياحي له عناصر كبيرة، من فنادق، من دخوليات سياحية، من نقل إلى آخره، فكل العناصر هاي لو استطعنا أنه كحكومة نقدر اليوم ندعمها راح يأثر على كلفة المنتج السياحي أنه ينخفض. نعم. وبالتالي لما يكون عندنا إحنا اليوم طيران منخفض وسعر منتج منخفض، راح يكون في عندنا أثر إيجابي كبير جدا. شكرا جزيلا لك سيد فادي أبو عريش، نائب رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر. بالعودة إلى انتعاش الحركة السياحية والتوجه نحو التعافي في ظل رفع قيود الجائحة، نتحدث الآن مع ضيفنا من عمان عماد حجازين، أمين عام وزارة السياحة والآثار. سيد عماد أهلا وسهلا بك. إذن برامج متعددة تعمل عليها وزارة السياحة والآثار، والآن الجميع يتطلع وخاصة القطاع السياحي إلى بدء التعافي والانتعاش. آخر هذه البرامج مع مصر، فما هو الذي يعول عليها والأهداف المنشودة منها في هذا الموسم؟ بداية مساء الخير. في الواقع ما تم مع مصر في الفترة الأخيرة هو كان في شقين، في شق هو جاء بسبب ظروف الجائحة تحت ما سمي اصطلاحا بسياحة العبور، ولكن الشق الأهم اللي هو كان البرنامج، توقيع البرنامج التنفيذي مع الشقيقة مصر بحضور سمو ولي العهد في مصر، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية توأمة بين مدينتي البتراء والأقصر الأقصر المصرية. نعم، إذن ضمن هذه البرامج الآن ما هو المنتظر فيما يتعلق بانتعاش هذا القطاع الآن إلى جانب البرامج الأخرى؟ فيما يتعلق في البرنامج التنفيذي صراحة سيكون هناك المزيد من التعاون مع مصر في أكثر من جانب أو أكثر من محور، منها محور التنشيط والتسويق السياحي، وخاصة أن هنالك بعض السياح القادمين إلى المنطقة يأتون ضمن ما يسمى برامج مزدوجة يتم فيها زيارة مصر والأردن، وبالتالي كان لابد من تعزيز هذا التنسيق بين المكاتب وبين الدولتين وتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب السياحي على تزويد الخدمات من جهة، والجانب الآخر أيضا التشريعات الناظمة للقطاع، وخاصة فيما يحكم الجمعيات، البيوت الضيافة وكل ما شابه. كان لنا حديث خلال الساعة الأولى من السادسة مع جمعية وكلاء السياحة والسفر، وكانوا يتحدثون عن أن القطاع يشهد تحسنا، ولكن حتى نكون منطقيين وواقعيين فإنهم يحتاجون على الأقل إلى عام من مثل هذا الإقبال حتى يعود إلى التعافي. من جانبكم كيف تقيمون الآن هذا الوضع خاصة مع البرامج الموضوعة ومع الإقبال المتزايد؟ بداية نعم صحيح، كان هنالك بحمد الله عودة، خنسميها بداية تحسن للقطاع، ولكنها ما زالت محفوفة بالعديد من المخاطر والتهديدات، ومنها على
سبيل المثال المتحور الأخير من الفيروس، وبالتالي إن شاء الله نتمنى أن لا يؤثر على قرارات السياح الذين برمجوا زيارات من الأردن في عطلتي عيد الميلاد ورأس السنة أو للموسم السياحي القادم في الربيع القادم. أكيد العودة التي شهدناها لا تشكل في قياسا مع سنوات مثل 2019 عفوا أكثر من 15 إلى 20%، ولكنها عودة جيدة حميدة نتمنى أن تستمر وتزدهر، ولكن هنالك ما زلنا في معالجة متغيرات هذا الوباء الذي إن شاء الله نتمنى أن نخلص بسرعة منه. نعم، إلى جانب تحديات الوباء كان هناك حديث أيضا عن ضرورة التسويق والتركيز على التسويق والترويج لكافة البرامج وللإمكانيات الموجودة في الأردن. من جانبك تحدثت قبل قليل عما يتعلق بهذا الملف بالتحديد مع الجانب المصري ومع دولة مصر، هل من خطط أخرى لدعم الترويج والتسويق بشكل عام؟ نعم صحيح، هنالك خطة تسويقية جديدة و براند أو هوية لتسويق الأردن جديدة أطلقتها الوزارة وهي تنشيط السياحة في معرض السفر العالمي الذي تم في لندن في شهر الماضي في نوفمبر تشرين الثاني. الخطة أيضا تشتمل من خلال الهيئة تشغيل مزيد من خطوط الطيران منخفض التكاليف، وأيضا هناك خطط طيران عارض لاستقطاب مزيد من السياح من الوجهات المصدرة للسياح، الوجهات التقليدية المصدرة للسياح، إضافة إلى وجهات جديدة نتطلع لاستقطاب سياح منها، على سبيل المثال ما تم من خلال برامج السياحة الحج المسيحي من نيجيريا أو دول أخرى. نعم هنالك خطة جديدة، والوزارة حاليا في المراحل النهائية من الاستراتيجية للأعوام 21-25 التي نتمنى إطلاقها قريبا بعد اكتمال كافة المشاورات النهائية بخصوصها. شكرا جزيلا لك سيد عماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والآثار.